السلام عليكم ورحمة الله حبيبي how are you hope you are fine إن شاء الله في homework في سورة الزلزال up to آية number 4 بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها. Do you have a question, memorizer? See you. Assalamu alaikum.